أعزائي المشاهدين كل سنة طيبين وبرنامج سرايا ومعانا ضيوف هنتعرف على شغلانتهم وازاي ابتدوها. أنا أتعرف بيك؟ علي محمد. علي محمد. علي السيد. علي السيد. مين صاحب المحل؟ احنا الاثنين شركاء مع بعض. انتوا الاثنين شركاء. ولاد عم. ولاد عم أساسا. بسم الله طبعا. الشراكة جميلة لما خصوصا لما يكون بين القرايب طبعا ويكونوا ولاد عم كمان. طيب الشغلانة دي أبا عن جدا. طبعا شغالين فيها من زمان وطول حياتنا شغالين فيها. يعني من زمان؟ يعني المحل بتاعكم من زمان شغالين فيه اساسا؟ كان ليكم محل في حته ثانيه ولا هو ده؟ لا هو ده المحل. هو ده. لكن شغلانه الفول والطعميه اللي هي الاكلات الشعبيه الجميله دي، هل هي يعني في السحور يعني اساسا؟ طبعا حاجات الفول والطعميه دي اساسي في السحور. طبعا. صح؟ طبعا. يعني الناس كلها بتاكل في السحور فول وبتفطر فول. وساعات برضه الناس بتتغدى فول. يعني ان شاء الله اليوم كله ان شاء الله كل يوم فول. هاي دي صح يا استاذ. وبحضورنا نحن ابراهيم ابو العطا من كلام المحضرين. بعد اذن حضرتك بس تشوف شغلي. انا من قلم المحضرين يا فندم وجاي اوقع الحجز الاداري لصالح المدعو علي برضه معايا، لان هو كان شاكي والنهارده المحكمه حكمت له بالحكم بتمكينه من العين الايه محل النزاع. المحل ده بتاعي يا استاذ. ازاي؟ ده علي وده علي وده علي. متفقين ان المحل بتاعنا انا شريكهم الثالث. ازاي؟ ازاي شريكنا الثالث؟ بس يا علي يعني ولدك محمد مش مضان الحاج محمد. ولا عمره شافه الحاج محمد. طب لحظه بس. طب لحظه بس يا استاذ، لحظه بس يا استاذ. يعني انت دلوقتي عايز تقول ان انت شريك في المحل هنا؟ مش ده اسمه علي؟ اسمه علي. وده اسمه علي؟ وانا علي، يبقى ثلاثة علي، كنا متفقين مطعم علي وعلي وعلي، واقول لك احنا برضو علي وعلي، بس الراجل ده بقى اللي اسمه علي ما حصنش العشرة وجاب شريكه ده بقى اللي هو شريكنا الثالث، ضحكوا عليا ومضوني على شيكات وبعت المحل وانا معايا الاوراق السليمة. أول مرة أشوفك. دقيقة بس واحدة. أستاذ علي بعد إذن حضرتك أنا عايز أشوف شغلي. استلم بتايب تمكينك من المحل. لا استلم. يا فندم بعد إذن حضرتك بعد كده تروح ترفع قضية وتشتكي. امضي لي هنا يا أستاذ بس علشان. هنا إزاي؟ يا فندم امضي لي. يا باشا امضيلك إزاي؟ يا فندم امضي لي هنا. استلم المحل بس الله يرضى عليك. بس عشان نشوف الموضوع ده دلوقتي أنتوا مش الاثنين شركاء. طبعا. في حد تاني شريك معاك؟ أول مرة أشوفك. أنا شريك يا باشا معايا. أنا علي. أنت علي. أنا علي شريك. علي علي علي. عينك معاك، عينك معاك، عينك معاك يا استاذ. استلمت العين، استلمت خلاص. محفوظ عبدين اهلا بيك يا محفوظ، كل سنه وانت طيب. هنعلي صوتك كده عشان الناس تسمعك. طيب يا حبيبي قول لي انت فرارجي ابا عن جد صح؟ ابا عن جد. طب انت شايف ان الفراخ سعرها نزل شويه؟ يعني ريحت من اسبوع. يعني نزلت شويه. يعني بقت في متناول الناس برضه. الحمد لله بخير. يعني نقول برضه نطمن الناس ان الاسعار نزلت حبه. الحمد لله طبعا. طب كويس، بيقولوا الدولار نزل يبقى كده الحاجه هتبقى. طبعا نزل، نزل كتير كمان. طب اللحمه ولا الفراخ؟ يا فندم السلام عليكم. والله يا استاذ استلم العين بتاع حضرتك. استغنى عن اللحمه وعن الفراخ. هي دي العين بتاعتك محل الاذاعه. ده محل الاذاعه. يعني انت كده تمام؟ ده محلي، ده محلي. ده محلي يا استاذ. انا محضر من المحكمه، الراجل ده جاي امكنه من العين بتاعته النهارده. صدر يا استاذ. عيني يا استاذ. لو سمحت يا استاذ، صدر الحكم النهارده بتمكينه من العين. وانا جاي ابني يا استاذ. انا عامل ازاع يا ابني. ما يرضى عليك بعد اذن حضرتك. بتحت يا استاذ، بتحت حضرتك. ده ايه؟ محفوظ. هذا محفوظ. بس الله يرضى عليك. محفوظ عبدين. ده محفوظ عبدين عبد الستار. واد عبدين عبد الستار. المحل ده بتاعي انا وهو. منين؟ عبدين. منين؟ محفوظ مربي. منين؟ يا باشا ده محلنا يا باشا. منين؟ لا مش محلك. طب ثواني بس اكلم الله يرضى عليك. يا استاذ مش محلك. هو ده العين المحل بتاع الازاع. ماشي حضرتك بعد اذن. شيك واحد بس. مش هو ده. لا هو ليه شريك يا استاذ؟ سعيد اهو. يا فندم انا شريك. انا جاي انفذ القانون. قانون ايه؟ قانون ايه؟ انا جاي انفذ القانون وعندي حكم المحكمه. مش حكم الراجل بيقول ما ليش حكم المحكمه. شريك هو ده. لا حضرتك ترفع قضيه. ارفع قضيه على مين؟ هو ما يعرفنيش ولا اعرفه. امال انا اول مره اشوفه. بقول لك ايه؟ انا اول مره اشوفه. تيجي تشتغل مش هتأذي. يا محفوظ. يا محفوظ. يا محفوظ. الشغل ده كله بتأذي. لا ما عندكش ده. انا اول مره اشوفه. استلمت العين بتاعتك. استلمت العين بتاعتك يا فندم. استلم العين بتاعك. انا اشوفك يا باشا. الورق مكتوب مالوش حاجه. محفوظ ده شريكي. انا ما اعرفكش خالص. انا ما اعرفكش. والله ما اعرفك. والله ما اعرفك. انا عايز التليفون يا ست. التليفون يا
بس يا شباب انا اول مره اشوف التلفزيون انا اول مره اشوف المشاهدين الخلاف على الفلاش ما فيش حاجه انا اول مره اجيك وهو فيك هو ما فيش حاجه خالص يخلص من الموضوع شغلت الراجل ده عندنا بدون ما تقول لي لا المحل بتاعك مش شغال عند مين انت مش شغال في المحل يعني المحل ده بتاعك رفيق محمد حمدي اصلا والله مش بتاع يا باشا ولا كان مكتوب يا باشا اخوك كبير يا عم مش بتاعك انت اخوك كبير ازاي يا باشا عارف هو على محمدي بس تعالى بس كده يا باشا على دلوقتي عشان مشاهدين بس مش هو ده يعني انا دلوقتي يا باشا دلوقتي في بيقول الاخ ده دي ليه مالوش حاجه شغلانة الجزمجي اعتقد انها مهمة جدا في حياة المواطن المصري صح؟ مظبوط يا باشا محدش يقدر يمشي من غير جزمة وتكون مريحة الجزمة غير مريحة ده بخلاف برضه ان في شنط وفي شنط سفر حضرتك وشنط مدارس وشنط حريم خروج اي حاجة يعني لوازم الأحذية احنا شغالين فيها طيب ساعات بيقولوا ايه الجزمة دي محتاجة لوزة فاكر انت ايام 6 و6 يا باشا ده الكلام ده كان زمان ايام الخرس بتاع الحريم دلوقتي لا دلوقتي يا باشا كله ورنيش سايل وكله بقى بيستسهل وشغله عبدلو يديله دلوقتي اتفضل يا استاذ السلام عليكم عليكم السلام هي نفس العين يا ابني انتقلت انا ابراهيم ابو العطا محضر منورين تمام تمثيل السيد ايمن من العين المقره بما فيه دي العين دي بتاعتك يا استاذ اه طبعا بس عشان احنا بنصور دلوقتي عايزيني ولا انا ماليش دعوه بالتصوير انا محضر من المحكمه جاي امكن الراجل ده من العين بتاعه محل النزاع محل النزاع يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا باشا ده محل اول مره يجي هنا كنت مسافر ولسه جاي من السفر وكتب المحل باسمهم وجبت الورقه اهو لا يا بيه اول مره تشوفه هنا في الموضوع خالص يا فندم اول مره تعالى بس رايح فين وحد الله احنا اول مره تشوفه هنا في الموضوع بس حالك اول مره رفعت عليك مطوه هو انا رفعت عليك مطوه كل اثبات حاله نسمع بعضينا ايه ده بس خليك مريح كده زي الفرشه قول يا عم ريح كده زي الفرشه حاضر حاضر مش بوزك كده رفيع حاضر انا رابط بوق حط يدك على المحل حطيت يدك على المحل امضيني بعد اذنك حضرتك كده يا فندم انا حكومه ما تحطش ايدك عليا بس معايا شو فين الشهود يا عم